أهلا بكم أقيمت في قصر الشعب بالعاصمة الصينية بكين مراسم الاستقبال الرسمية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وذلك بمناسبة زيارة الدولة التي يجريها للصين الشعبية وكان على رأس مستقبل سموه رئيس جمهورية الصين حيث تفضل سموه بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي للصين ثم قام الرئيس الصيني بمصافحة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه بعدها تم عصف السلام الوطني لكلا البلدين زعيم البلدين أجريا تقييما عاليا للتطور الكبير للعلاقات وتوصلا لتوافق تام حول القضايا الإقليمية والدولية. توقيع سبع اتفاقات والبيان الختامي لحظ المستجدات الاقليمية والدولية. الكويت والصين اتفقتا على علاقات شراكة استراتيجية وتعميق التعاون. بكين تدعم دور الامير لحل الازمة الخليجية واتفاق على المساندة في قضايا السيادة. دفع المواءمة بين مبادرة المشاركة في بناء الحزام والطريق ورؤية الكويت. تعزيز التعاون في مجالات الثقافة والتربية والتعليم الصحة والبحث العلمي دراسة توقيع اتفاقية الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحملة الجوازات العادية بذل جهود مشتركة للدفع بإنشاء منطقة التجارة الحرة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي تعزيز التواصل والتعاون في مجالات الأمن وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات والاستخبارات أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تهديدات الزوارق الحربية الإيرانية للأسطول الأمريكي في الخليج انتهت خلال هذا العام على عكس السنوات الماضية التي بلغت عشرات التهديدات والاحتكاكات. احتجاجات العطش تجددت بشعار الموت للديكتاتور والعفو الدولية طالبت بالتحقيق في البطش بمتظاهري الأهواز، خاتمي يحذر من سقوط إيران ويؤكد أن الفساد بلغ مستوى خطيرا. وقعت السعوديه وفرنسا على اتفاقيه عسكريه بينهما تختص بحمايه المعلومات المصنفه والمحميه وذكرت وكاله الانباء السعوديه واس ان التوقيع على الاتفاقيه تم بين ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الامير محمد بن سلمان ووزيره القوات المسلحه الفرنسيه واوضحت انه جرى خلال الاجتماع بحث مجالات التعاون الثنائي خاصه في الشان الدفاعي وفرص تطويره بالاضافه الى استعراض مستجدات الاحداث الاقليميه والجهود المبذوله تجاهها أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن جريفيث عن اجتماعات بناءة في جدة لبحث سبل الوصول إلى حل سياسي في اليمن، وقال جريفيث عبر تويتر: إنني أقدر الدعم السعودي المستمر لجهودي وفرص استئناف المفاوضات اليمنيه اليمنيه للوصول إلى حل سياسي للنزاع في اليمن. في غضون ذلك تمكنت طائرات التحالف العربي من تدمير آليات عسكرية لميليشيات الحوثي الإيرانية في وقت قتل عشرات المتمردين في اشتباكات مع القوات اليمنية المشتركة بمديرية تحيط بمحافظة الحديدة للمزيد من الأخبار والتفاصيل تابعونا على موقع السياسة دوت